اهلا وسهلا، صباح النور صباح السرور على الزوينه ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الاحوال والاجواء؟ المهم اهم حاجه يا ربي يكون غير صحتكم مورالكم مزيان، هذاك هو الخير والبركه. المهم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو عاوتاني نقفضوا فيه الكميمات وندخلوا الكوزينه، غادي نحضروا مع بعضياتنا شهيوات واهم حاجه سهلين ماهلين بلا وقوف بلا تعقيدات. وخصوصا مؤخرا كنت نزلت لكم واحد الفيديو كانوا فيه افكار كثيره ديال السندويتشات اللي ينفعوكم الفطور والغداء والعشاء والخدمه ولا المدرسه، وهكا شي حاجه اللي حتى لاخر لحظه توجديها وكنعجبكم وقلت لنا انتصار غير زيدي لنا من هاد الافكار هادو. هكا علاش اليوم رجعت لكم الجزء الثاني فيه عاوتاني افكار واعره ان شاء الله، نتمنى يعجبوكم. فما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو مباشره للكوزينه ان شاء الله نتعرفوا على الساندويتش الاول. فكمكونات لهذا الساندويتش هذا اللي يمكن لكم تحضروه سواء كوجبات فطور او غداء او هكا عشيوه اللي خفيفه بغيتي تدعسوا خفافين، سورتو هكا اللي كيتبعوا مثلا شي ريجيم ان شاء الله غادي يكون ميكس ما بين الخضار والاومليت. المهم انتم غتبعوا معايا. المهم اول حاجه عندنا هنا واحد الحفنه ديال لي زيبينار او السبانخ اللي كما تعرفوا قيمتهم الغذائيه الكبيره. عندي هنا واحد شويه مقياس هكا معلقه كبيره ديال البصله الخضاريه، معلقه كبيره ديال المعدنوس اللي مفروم، واحد الفصيص هكا صغير ديال الثومه، عندنا جوج حبات ديال البيض، عندي هنايا قطعه ديال الجبن اي جبن بغيتو، وعندي هنايا كذلك قطعتين من اللحم المدخن ولا الدجاج، صدر الدجاج المدخن كيبقى لكم لو شوا. وغادي نحتاجو واحد تقريبا واحد شويه ديال الحليب، المليحه والبزار ضروري المساند الرسمي، وشويه مثلا خليط اعشاب ولا المهم. اول حاجه بسم الله غادي ندوزو ناخذ هكا واحد الزليفه اللي غادي نخدمو فيها، غادي نديرو فيها هذوك جوج حبات ديال البيض. عرفتي دابا كون كان الحاج ابراهيم كره سرح في واحد 10 البيضات جاب الله ماشي هو اللي كيطيب. غادي نزيدو معاه هنايا كما قلت لكم واحد معلقه ديال الحليب، شويه ديال الابزار، وشويه ديال المليحه. وهنايا كما قلت لكم كتكون عندنا هذه الخلطه راه هي قريبه درجه تسالي، كيكون فيها مثلا معدنوس زعتر هذا المهم نوريها لكم. المهم هذه كتسمى الخلطه الايطاليه. من بعد كناخذو نخدموهم مزيان واحد بحال الفرشيطه، وغادي نزيدو نبداو نضيفو عليهم هذيك البصله، نضيفو عليهم هذاك المعدنوس، وحتى هذا السبانخ غادي نزيدوه معاهم، يعني كلشي غادي يطيب خطره وحده. خديت المقله ديالي درت فيها تقريبا واحد الكيوب هكا واحد قطعه صغيره هكا ديال الزبده، انا كتعجبني بحال هاد الانواع هادو الاومليت كيجيو بزاف زوينين، ولا الزيت البلديه اللي توفر عندكم. المهم صافي كنحاول هكا نسخن المقله ومن بعد كنردها على المهل باش كنخلي الاومليت ما كنخطفهاش في الطياب. صافي، ومن الاحسن الا لقيتو تغطيو عليها يكون احسن. هذاك الاومليت بعد ما شدات في راسها كتقدروا نتوما تخليوها هكا طيب على جهه، ولا تقدروا تاخذوا واحد الطبيسيل اخر. ها نتوما كيفاش كتجي، كتجي محمره محمره غزاله شفتوا هذيك النكهه ديال الزبده. صافي غادي نرجعها تحمر على الجهه الاخرى. والاومليت ديالنا ها هي صبحات جاهزه بلي زيبينار. المهم كما تشوفوا كيف كتجي رائعه، كندوزو نطويوها هكا على ثلاثه. غادي ندوزو ان شاء الله دابا التقطيعه الشهيره كدوزو كتاخدو هكا خبز الطورتيلا كتجيو من النص وكتقسمو بحال هكا هكا ان شاء الله باش كندوزو نديرو دائما كيكونوا ربعه هكا ديال الشوا. كندوز هنا اول حاجه بسم الله غادي نديرو هذيك القطعه ديال الجبن، غادي تاخدو اي جبن دهن ولا مثلا تقدروا تاخدو مايونيز ولا هكا كيتشوب ولا شي صوص كتعجبكم. غادي ندوزو ندهنو هاد البارتي الاولى. هنايا غادي نحطو هذوك جوج قطع ديال اللحم المدخن، وفي جهه الثالثه غادي نحطو هنايا بكل سهوله. غادي ندوزو ان شاء الله نطويو هكا الساندويتش ديالنا. صافي ها هو صباح واجد. دابا غادي ندوزو ان شاء الله نحمرو هكا في مقيله مع شويه ديال الزبده. دابا بالنسبه للساندويتش الثاني واللي غادي يكون مستوحى من ساندويتش معشوق الشعب المغربي واللي هو الطن بالحرور. كلنا عندنا معاه ذكريات زوينه في الصغر لا في الاعياد ولا في البحار ولا في الخرجات ديالنا. المهم غادي ندوزو ان شاء الله غادي نقادوه بالطورتيلا بطريقه عاوتاني كما داك ستيل انها كتجي هكا مفرقه. المهم اول حاجه غادي ندوزو هنايا ملي كنقولو الطون بالحرور خاصو مطيشه والبصله. المهم خديت شويه مطيشه هكا قطعتها مع شويه ديال البصله، شفتوا اللي كانت بصله حمراء كتجي صراحه زوينه، وكنزيد معها المعدنوس. هاد لمسه المعدنوس هادي تعلمتها من الشيف الحاج ديالنا ابراهيم، فاش كيصايب لنا الساندويتش كيزيد معاه المعدنوس عرفتي كيجي واعر واعر مع هاد الخلطه. المهم هادي اش كنديرو ليها حنايا، كندوزو كنخلطو هكا مع بعضياتهم. هادي ان شاء الله بعدا اول حاجه كنقطعو الساندويتش، كندوزو هادو كنديروهم هكا فواحد القنيت هنايا.
صافي. وهنايا بيان سور الكمالة اللي هي شوية ديال الزيتون الخضر اللي كيكون بلعض مقطع، شوية ديال تقريبا جات هكا معلقة ولا جوج ديال الطون، والهريسة. إلا ما كانش الهريسة راه ما كاين والو، ولكن الطون هذا الساندويتش هذا صراحة اش كيبغي؟ كيبغي كوكا. هذيك الساعة اللي ما كنتيش كتشربيه مع المناظرة ما كاين والو. المهم هنا كما تشوفوا دهنا الهريسة صافي، غادي نجيو ندهنو نحطو حداه هنايا الطون، والجهة الأخرى الزيتون ديالنا، وغادي ندوزو نطويوه بكل سهولة. المهم هذا العشاق كما قلت لكم الطون والحرور غادي يعجبهم إن شاء الله. وبالنسبة للساندويتش الآخر ديالنا إن شاء الله اللي تاهو كيجي رائع وبنين، غادي نحتاجو ليه إن شاء الله كمكونات. عندي هنايا الفلفلة، سواء فلفلة خضراء حمراء صفراء المهم اللي كان، كنشدوها واحد القطعة هكا صغيرة وكنقطعوها هكا طويلة. عندي هنايا شوية ديال الشامبينيون أو الفطر، تقدرو تعوضوه بالفطر معلب ولكن كيبقى اختياري. تقدروا الا مثلا بغيتوا تاخذوه غير بصيله، ولا مثلا تزيدوا معاه مثلا القرعه الخضراء او الكورجيت تقطعوها تاهي بهذه الطريقه، هذه تاهي كتجي زوينه. عندي هنايا السوسيس او المرقاز، عندي هنايا واحد الفصيص واحد ديال الثومه، وعندي هنايا شويه ديال الجبن المبشور. ديت المقيله درت فيها معلقه ديال الزيت، لان كان ما نعرفوا السوسيس او المرقاز ديجا كيكون فيه ليدام ديالو كيطلقوا. غادي ندوزو بحال اللي غادي نقليو هذا السوسيس هذا. بعد ما خليت هذاك المرقاز هكا كما تشوفوا كي كيجي محمر مزيان، غادي ندوزو نحيدوه. وهنايا في هذاك ليدام وهذاك العطريه اللي كتكون فيه باش طاب، غادي ندوز غادي نزيد هنايا الشامبينيون والفليفلات هكا باش غادي نشحروهم، وغادي نزيدو معاهم كما قلت لكم هذاك الفص اللي عندنا ديال الثومه، غادي نحكو معاهم. وغادي نزيد معاهم غير شويه هكا الابزار، شويه الملحه ما غاديش نكثروا حيت مازال غادي نزيدوا الفرماج كيكون مالح. تقريبا ما كياخذوش بزاف، واحد 4 دقائق هكاك راه كتكون كافيه. وها هي الخضيره ديالي اصبحت جاهزه. المهم كما كتشوفوا كتجي محمره غزاله. دابا غادي ناخذوا هذيك الخبز التورتيلا، وكيف ما العاده الفتحه الشهيره ديالنا واللي هي هكا. المهم كما كتشوفوا غادي نجيو ان شاء الله اول هكا هنايا في هذه القنيه هذا الخراني اللي كتجي عليه السده، غادي نديرو هذيك الفليفلات بحال هكا. غادي نجيو هنايا نديرو الشامبينيون كيجي غزال غزال مع هذا الساندويتش هذا صافي. وفي البديه كما كنقولوا البديه فين غادي ندوزو ان شاء الله الدوره. وغادي ناخذو هنايا هذاك السوسيس صافي، وغادي ندوزو نجمعو. المهم هذا الفرماج هذا راه كله ان شاء الله كيذوب وكيجي لاصق هكاك على هذاك سميتو السوسيس صافي، وكيكون هذا ساندويتش مهور. اللي هو عشاق الساندويتشات ديال الكفته، كيجي ساندويتش ساهل ماهر. المهم عندي هنايا في مقيله درت تقريبا واحد 4 بصلاه هكا اللي كتكون شويه صغيره اللي قطعتها هكا بشكل طولي. ان شاء الله هذه غادي نحاولوا نحمروها مزيان، وغادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه. عندنا هنايا غادي نحتاجوا واحد اي مقبله، مثلا تبارك الله المغرب راه معروفين مقبلات دافئه، تكتوكه زعلوك اللي كان. المهم انا هنايا استعملت تكتوكه ديال الفلفله المشويه مع المطيشه والثومه، وراه عارفين القوام ديالها كتجي زوينه مع الكفته. هنا الكفته قديت غير شويه، درت ليها العطيه ما كثرتش، درت غير شويه تاع التحميره مع الملحه والبزار والكمون وشويه سكينجبير شويه من كل حاجه، ودرتها هكا على شكل صبيعات، وتقدروا ديروها هكا على شكل دوائر او خبيزات. وعندنا هنايا بعض قطع ديال الجبن. بالنسبه للبصله ديالي غادي نحاول ناخذ هنا واحد القطعه هكا ديال الزبده. الزبده كما تعرفوا فاش كتديري بها تحمري بها البصله كتجي فيها واحد اللذه سبيسيال مختلفه شويه على الزيت، وغادي نزيد معها رشيشه خفيفه الملحه والبزار صافي، وغادي نخليوها ان شاء الله تتحمر تذهب لي. هانتوما ديك البصيله بعد ما خليتها تعلكات وتعسلات مزيان مع ديك الزبده كما كتشوفوا كتجي غزاله، وكتعطي واحد اللذه زوينه على الطريقه العاديه ديال الطياب ديال البصله. ومثلا الا شفتوها نشفات كتزيدوا معها معلقه كبيره ديال الماء، وتخليوها اهم حاجه واللي هو المهل، ما تجهدوش عليها العافيه، يعني كتخليوها على المهل باش كتحمر على راحتها. فهاد الاثناء غادي ندوزو حنا ان شاء الله باش غادي نزيدو هذوك الصبيعات اللي عندنا ديال الكفته، ونخليهم يزيدوا يتشحروا معاها واحد صافي. غادي ندوزو ان شاء الله ناخذوا هذيك التكتوكه، غادي نديروها هنايا التكتوكه كما قلت لكم، ولا زعلوك بجوجهم، حتى الزعلوك بالدنجر وداكشي كيجي غزال مع هكا اللذه ديال الكفته. وهنايا هذيك البصيله المحمره غادي ندوزو نقادوها هنايا نديروها بوحده. مهم اهم حاجه هو الكونسيبت في هذا، هو ديك الطريقه باش كيجيو داك محطوطين هي اللي كتجي زوينه، وكتبين لك انه شحال ساهل كيجيو بحال هذا النوع هذو الساندويتشات صافي. وهنايا
هي غادي نديرو هذوك القطع ديال الجبن اللي عندنا. وبعد ما كملنا من تحضير 4 ديال الاشكال ديال الساندويتشات اللي كما شفتوا من اسهل ما يكون واللي تنفعكم بزاف هكا في الحياه اليوميه، حتى لاخر لحظه قلت بلاتي انتصار ما كاين محسن ما نختموها بشي ساندويتش نبعدو على المالح نمشيو نحلو ان شاء الله، خصوصا كاين جاكم مع وليداتكم ولا الكوتي ولا هكا في الفطور ولا شي حاجه غادي نخدموا على طريقه الكريب. الكريب بعض المرات كيشدنا العكز باش نوضو نبداو نطيبو فيه، سورتو بعض المرات كيشد اليد، فما عليكم الا بخبز الطورتيلا. ناخذ خبز الطورتيلا نجيو نديرو القسمه ديالنا، وكما شفتوا هنايا عندي الفريز وعندي هكا واحد ربيع هكا ديال البنانه. تقدروا مثلا ديروا تتفاح ولكن التفاح عنده واحد الطريقه معسله هذيك من بعد ان شاء الله ونشاركها معكم عاوتاني في شي فيديو اخر. المهم هنا اول حاجه كناخذوا هذيك ربع بنانه كنقطعوها هكا دي ترونش، غادي ناخذوا هنايا الجهه الاخرى غادي نحطوا هكا الفريز اللي مقطع هكا بشكل طولي ولا على شكل دوائر. غادي ناخذوا هنايا الشوكولا ديال الدهن، تقدروا تخدموا بالشوكولا ديال الدهن وكما انكم تقدروا تخدموا مثلا بسميتو بالزبده الكاوكاو، الكاوكاو يعني زبده الكاوكاو الخاصه بالدهن، ولا تقدروا ديروا حتى املو الا كانوا كيبغيو ليكم وليداتكم. انا شخصيا ما كيبغيوش ليا بزاف. غادي نديروا هكا هنايا الشوكولا وغادي نجيو نديروا دابا اللمسات العجيبه ديالنا. هنا انتصار ما يمكنش لا تفرط في الكوك، فغادي ندوز هنايا غادي نرشوا مثلا هذا سميتو الفريز رشوه بالكوك. نقدروا مثلا هنايا ناخذوا بذور الشيا او شيا سيتس غادي نرشوها هكا شويه على البنان، ونقدروا ناخذوا اي مكسرات لوز ولا كاوكاو ولا قرقع هكا مهرمش غادي نديرو باش تبقى لنا ديك القرمشه حتى هي تجي زوينه. الطريقه غادي ندوزو نجمعو الساندويتش ديالنا هذا ان شاء الله حتى هكا لوليداتكم غادي يعجبهم بزاف، غير صدقوني وجربوا ان شاء الله كيجي واعر واعر. دابا هنايا باش غادي نحمر الساندويتشات كلهم دقه واحده في المقلاه، ممكن كتاخذوا واحد القطعه الزبده كدهنوا المقله مزيان صافي، كتخليهم يتحمروا من الجهه التحتانيه صافي، وكتعاودوا تدهنوهم بشويه زبده من الفوق وتقلبوهم. المهم كاينه الطريقه ديال هاد المقله، كاينه الطريقه انكم تدهنوهم وتحمروهم في الفران، ولا بحال اللي كنا درنا اخر مره الطريقه ديال بريسات البانيني. وكيف دائما ملي كنصايب معكم الساندويتشات كنخدموها بشي عصير اللي يكون دايزو الكلام يكون هكا زوين ومغذي. المهم هنا اول حاجه خديت الطحانه درت فيها كاس كبير ديال الماء مع كاس كبير ديال عصير البرتقال، غادي نزيدو معاه هنايا ان شاء الله عندنا تفاحه حبه واحده ديال التفاح، عندي هنايا بنانه ولا نص بنانه ولا اللي بغيتو، عندي هنايا واحد جوج خوخات اللي صغار حتى هما هكا اللي قطعتهم خليتهم بالقشره ديالهم، عندي هنايا ياغورت سوا بنكهه تاع الفاني سوا بنكهه ديال الخوخ، وعندي هنايا تقريبا واحد الكميه هكا ديال خيزو او الجزر اللي درت سلقتو. المهم هنا حنا عندنا هذا اللي كيتباع هكا صغير كيجي زويون هكا ودغيا دغيا كيتسلق. المهم الخيزو سورتو هكا لوليداتكم ما كيبغوش ياكلوا لكم الخضره، فكما كنقول لكم دائما حاولوا تخشيو منهم في العصير، بحال هذيك النهار فاش صيبت معكم ساندويتشات كنصيبت معكم واحد العصير واعر واعر بزاف كنسميه العصير الاخضر اللي كنا درنا فيه النعناع ولا لي زيبينار والخيار والبنان. اللي كنتو باقي ما شفتوش هذا الفيديو غير فكروني نحاول نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. المهم هنايا كيما شفتو زدنا خيزو، غادي ندوزو نزيدو الفواكه كلها ديالنا وغادي نزيدو عليهم هاد الياغورت صافي، غادي ندوزو نطحنو كلشي. ها هو العصير ديالنا جا صباح جاهز كيما تشوفو تبارك الله كيجي مختر وغزال. المهم بحال هاد العواصر هادو غير عقلوا عليهم البنات سجلوهم ينفعوكم ان شاء الله في رمضان وفي الربيع وفي الصيف ان شاء الله. مهرجان الساندويتشات ديالنا تبارك الله ما شاء الله صباح جاهز، وكيما شفتو تبارك الله هاد العواصر هذا كيجي مختر مذاق واعر، سورتو الا كان وليداتكم كما قلت لكم ما كيبغيوش خيزو ما كيبانش ما كيبانش كاع داك المذاق ديالو كيطغى عليه هذيك النكهه ديال الخوخ. دابا خليونا في المعقول ندوزو ان شاء الله نشوفو لي ساندويتش ديالنا كيفاش كيجيو من داخل. يا بسم الله يا لاله ويا لاله، شوفوا لي هاد الساندويتش هذا ديال الاومليت بلي زيبينار والفرماج وداكشي كيجي رائع، هذا غير طرف منه في الصباح صافي غادي تنسي الغدا. المهم هذا كما تشوفوا تبارك الله كيجي غزال، غادي ندوزو لي موراه هذا كنا صايبناه بسميتو بالصوصيس. ها نتوما هذا اللي صايبناه بالصوصيس كيجي حتى هو رائع، غادي نخليو جانبا وندوزو اللي بعدو هذا ديال الكفته، الكفته بالتكتوكه. المهم ها نتوما، المهم هكا ساندويتشات اللي متنوعه وهكا شويه باش ننوعو من الاطباق اليوميه، ماشي ضروري كل نهار نبقاو واقفين بالسوايع في الكوزينه،
نعطيو شويه الوقت لراسنا. اما الكوزينه والله العظيم ما كتساليش، عندك الكوزينه والتنقيه ديال الدار والمسؤوليات ما كيساليوش. هذا ديال الطون بالحرور، واخر واحد هو ان شاء الله باش غادي نحليه. المهم هانتوما هذا اللي درناه حلو على الطريقه ديال الكريب، هذا كيجي بنين 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 بزاف. وكما شفتوا نتمنى ان شاء الله يا ربي هاد الافكار هادو بعدا نكون نفعتكم بعدا شي يامات. عرفتي هذاك راه العيالات والله العظيم الا بزاف منهم كيوحلوا، سورتو المساك الله يحسن العوان كيكونوا خدامات منهم الداخل وبرا كل نهار. هذيك الحيره ناري غادي نوصل للدار ما عرفتش شنو طيب الغداء اليوم، ما عرفتش شنو نوجد لهم العشاء. هذيك التلفه راه حيت هذاك الشيء كوتيديان معين، شي حاجه اللي لا هروب منها. كما كنقول لكم الكوزينه تابعنا. وهذا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله يا ربي هاد الاقتراحات هادو يكونوا عجبوكم وتجربوهم ان شاء الله ليكم ولوليداتكم ولعائلاتكم علاش لا. وتهلاو في راسكم وكنضرب لكم موعد فيديوهات روتينات وشهيوه جديده وزوينه بحالكم. يلا تهلاو في راسكم، باي باي.